ضياء السيد ليس اسماً كبيراً في دفاع الأهلي فقط، بل هو عاشق للكيان. حب الأهلي عنده يفوق كل شيء، تراه دائماً في ظهر الأهلي، لا يتغير ولا يتبدل. مشواره كله في الأهلي، لم يرتدي أي قميص غير الأحمر. فمنذ أن تفتحت موهبته الكروية واختاره الدكتور عمرو أبو المجد للعب في الأهلي لم يفكر في غيره، ظل خادماً مطيعاً للكيان، يلعب بروحه وقلبه قبل جسده، فكان مدافعاً قوياً صلداً يخشاه المهاجمون لقوته وصلابته. لعب في أغلب مراكز الدفاع وكان متميزاً حتى أنهى مشواره على البساط الأخضر، تاركاً تاريخاً كبيراً من الإنجازات والبطولات مع الجيل الذهبي في الثمانينيات الذي احتفظ بكأس الكؤوس الأفريقية مدى الحياة ودور الأبطال، وحقق بطولات محلية كثيرة حتى اتجه للتدريب، وكانت له بصمته الكبيرة في مشواره الطويل. ضياء السيد من الشخصيات التي تحظى بحب وتقدير كل من تعامل معه بسبب تواضعه وأخلاقياته العالية وقدرته على خطف قلب من يتعامل معه بروح ابن البلد الجميلة، فمن يتعامل معه لا يملك إلا أن يحب ويقدره حق قدره، ويسعى للاحتفاظ بصداقته بروحه المرحة وخفة ظله. يطل علينا الليلة عبر شاشة الأهلي، تعالوا نرحب بالكابتن ضياء السيد مع المجري. كابتن ضياء، نورت مكانك.